أرحب بكم مرة أخرى وأعرفكم بنفسي أولا. أنا محمد حجاوي من فلسطين. كان يفترض أن يكون معي زميلي الأستاذ فيصل المطر وزميلي أيضا الأستاذ أحمد الريس، لكن للأسف لم يستطيعا الحضور اليوم. أيضا صراحة أنا سعيد جدا كما أسلفت بهذه الجهود الرائعة المبذولة لإنجاح المؤتمر الإلكتروني الأول، وهو الجامع لأنشط المحررين في المنطقة العربية خصوصا. أتمنى أن ينال هذا العرض حول مشروع بيت الحكمة الثاني إعجابكم. في هذا العرض سأهدف إلى إعطائكم لمحة شاملة حول مشروع بيت الحكمة الثاني، ولكن قبل أن أسب في الحديث أحب أن أتأكد، هل صوتي واضح لديكم 100%؟ نعم أستاذ محمد حجر. ممتاز ممتاز، إذن أكمل. سأتطرق إلى عدة محاور. المحور الأول هو كما هو واضح نبذة عن المشروع. سأقدم فيه لكم مقدمة وخلفية عن كيف بدأ المشروع وآلية العمل فيه وأهدافه بشكل مفصل. في المحور الثاني سأتحدث عن إنجازات المشروع وأبرز ما قمنا به حتى الآن. وفي المحور الثالث سأتحدث عن أبرز الانتقادات التي تعرض لها المشروع في ويكيبيديا العربية خصوصاً. وفي المحور الرابع والأخير سأتحدث عن أبرز التحديات التي تواجهنا في الفترة القادمة. إذا نبدأ الآن بالمحور الأول، نبذة حول مشروع بيت الحكمة الثاني. بكل بساطة، مشروع بيت الحكمة الثاني هو مشروع يهدف بشكل أساسي إلى إثراء محتوى ويكيبيديا بعدة لغات منها العربية. بالإضافة إلى هدف إثراء المحتوى، فإن المشروع يهدف أيضا إلى توفير فرص عمل برواتب رمزية للطلاب والعاطلين عن العمل ممن يتقنون الترجمة بجودة عالية في منطقة الشرق الأوسط. يعمل في المشروع حاليا أكثر من 30 مترجما ومدققا وناشرا من عدة دول عربية، منها سوريا وفلسطين والأردن ومصر والمغرب وتونس والعراق والجزائر وغيرهم. في ويكيبيديا العربية بدأ المشروع في عام 2018. سنتحدث بعد قليل عن أبرز إنجازاتنا في موسوعة ويكيبيديا العربية. أيضا للمعلومة فقط، أننا لا نستهدف فقط اللغة العربية في ويكيبيديا، إنما أيضا نستهدف أو استهدف المشروع لغات أخرى عدة، منها الكردية والفارسية والبشتوية، إذ انطلقت في الآونة الأخيرة نسخة من المشروع في أفغانستان، ونهدف من خلالها إلى توظيف مترجمين من الطلاب في أفغانستان. وهذا أمر مهم لأننا نريد أن نحسن من الأوضاع الاقتصادية للطلاب خصوصا، وفي الوقت نفسه نريد أن نحسن ونطور المحتوى. أيضا من ضمن ما قمنا به هو التعاون مع أقسام الترجمة في بعض الجامعات العراقية. أطلقنا سابقا عدة برامج لخرط الطلاب المميزين في هذه الأقسام ضمن فريق الترجمة الخاص بنا. سأتحدث الآن عن آلية العمل في المشروع. بكل بساطة يقسم العاملون في المشروع إلى ثلاثة فرق. الفريق الأول هو فريق المترجمين الذي يضم في أكنافه العدد الأكبر من العاملين. وظيفتهم هي ترجمة 1000 كلمة من مقال ما في ويكيبيديا الإنجليزية. وأيضا فريق التدقيق يقوم بتدقيق ما ترجمه فريق الترجمة، وهذا الفريق مكون من نخبة من الشباب الذين لهم باع طويل في الترجمة وإثراء المحتوى العربي. مدير الفريق هو أحمد رضا من مصر، وهو مترجم متمرس ساهم في ترجمة عدة كتب، حتى منها أيضا كتب فلسفية. أيضا من وظيفة فريق التدقيق تقييم المترجمين بشكل مستمر، لأننا نحرص دائما على أن تكون الترجمات بجودة عالية، وكذلك تقديم تغذية راجعة للمترجمين حول ترجماتهم وإعداد دلائل الإرشاد لهم. أخيرا فريق النشر مكون من 3 أشخاص فقط، من ضمنهم أنا الذي أحدثكم الآن. وظيفتنا هي نشر المقالات في ويكيبيديا، ونحن معروفون تماما لدى المجتمع ونصرح بكل شفافية أننا مستخدمون مدفوعون من خلال القالب الموضوع في صفحاتنا الشخصية، وكذلك أيضا من خلال اسم المستخدم الخاص بنا، حيث أننا لا نقوم بالتعديل إلا من خلال حساب واضح مرتبط به اسم المشروع. وظيفتنا كذلك في فريق النشر المنخرط ضمن مجتمع ويكيبيديا هو أخذ آراء المجتمع أولا بأول حول المحتوى المنشور،
وإيصال ملاحظاته لفريق الترجمة والتدقيق حتى تؤخذ بعين الاعتبار ونحسن ونطور من المحتوى بما يتلائم وبما يلبي طلبات المجتمع العربي الويكيبيدي ورغباته. أرغب بالتنويه هنا كما ذكرت في البداية إلى أن كل العاملين في المشروع يتلقون رواتب الآن. في السابق أو في البداية كان المشروع يضم متطوعين، لكن الآن أصبح الكل مدفوعا. وأريد أن أؤكد أيضا على أن الرواتب التي يتلقاها العاملون في المشروع خصوصا في قسم الترجمة هي رواتب رمزية، وسأتحدث عن هذه النقطة بشكل مفصل في قسم أبرز الانتقادات. أنا تحدثت كثيرا عن المشروع وأهدافه وآلية عمله والفرق أيضا ضمنه، وأعتقد حاليا حان الوقت المناسب بل والمناسب جدا للحديث عن المؤسسة الراعية للمشروع وكذلك مصدر تمويله. المؤسسة الراعية للمشروع هي مؤسسة أفكار بلا حدود، بالإنجليزية Ideas Beyond Borders. هي مؤسسة أمريكية مقرها حاليا في أمريكا، ولكن مؤسسها عراقي وهو رجل الأعمال فيصل سعيد المطر، أمريكي من أصل عراقي ناشط في حقوق الإنسان. للمؤسسة عدة مشاريع غير مشروع بيت الحكمة، وكل هذه المشاريع تصب في صالح نفس الهدف وهو إثراء المعارف والعلوم والأفكار في منطقة الشرق الأوسط. والمشاريع الأخرى هي مثلا مشاريع ترجمة الكتب العلمية وإنشاء الفيديوهات العلمية بالعربية، وأيضا مشروع مسابقة طالب الجامعة المترجم الذي يستهدف أيضا ويكيبيديا والمنطلق بالشراكة مع مؤسسة ويكيميديا، والذي سأتحدث عنه مباشرة بعد هذا العرض بشكل مفصل. مثل أي مؤسسة خيرية في العالم، حتى مثلا مؤسسة ويكيميديا، مؤسسة أفكار بلا حدود تعتمد في تمويل مشاريعها على التبرعات. طبعا الحصول على التبرعات ليس بالأمر السهل على الإطلاق. الأستاذ فيصل يقوم سنويا بجولات ماراثونية لجلب التمويل اللازم لاستمرار مشاريع المؤسسة كافة، وهذا بحد ذاته ليس أمرا سهلا كما أسلفت. لا أريد أن أسطبق العرض، سأتحدث بعد قليل عن أبرز التحديات، ولكن الذي أريد قوله وتأكيده هنا هو أن مصدر التمويل هو التبرعات. أيضا بالنسبة لاسم المشروع، فكما أسلف زميلنا فهو سمي على اسم دار الحكمة أو بيت الحكمة، التي تعتبر أول دار علمية للترجمة أقيمت في الحضارة الإسلامية. أسسها الخليفة هارون الرشيد وكان مقرها في بغداد في العراق. كانت دار الحكمة في ذلك الوقت مركزا يجمع أبرع وأفضل المترجمين في ذلك العصر، يترجمون في العلوم كافة، بل حتى بعضهم يأخذون وزن ترجماتهم ذهبا، وهذا ما نريده ونعمل عليه. نريد إحياء العصر الذهبي للحضارة الإسلامية والعربية من خلال توظيف أمهر المترجمين والمدققين لترجمة المقالات في أكبر موسوعة يقرأها العرب. أنتقل الآن للحديث عن أبرز الإنجازات التي قام بها المشروع في ويكيبيديا العربية. وهنا قبل أن أسل في الحديث ألاحظ أن الوقت قد انتهى لهذا العرض، ولكن أريد أن أطمئن زميلنا المقدم هو أن العرض التالي هو أيضا لنا، وسيكون عن مشروع مسابقة طالب الجامعة المترجم، وبإذن الله لن نأخذ أكثر من الوقت المخصص. تفضل أستاذ محمد. شكرا لك. بالنسبة لإنجازات المشروع في ويكيبيديا العربية، تم لتاريخ عرض هذا اللقاء تطوير وإثراء أكثر من 22 ألف مقالة في الموسوعة. طبعا المقالات موجودة ضمن تصنيفات عدة وغير مركزة أو مرتكزة أو في تصنيف واحد أو تصنيفات معينة. أيضا يمكن استعراض كل المقالات التي عملنا عليها في قوائم المقالات الموجودة على صفحتنا الرسمية ويكيبيديا مشروع بيت الحكمة الثاني. أيضا تم إضافة أكثر من 18,300,000 كلمة، وهذه إحصائية دقيقة بل ودقيقة جدا، لأننا نعد كلمات كل إضافة نقوم بها على ويكيبيديا العربية سواء إنشاء أو تطوير، ونأرشفها ضمن شيت خاص لتتبع كل هذه الأمور. لو قسمنا عدد الكلمات على عدد المقالات سيكون المعدل تقريبا إضافة 830 كلمة لكل مقال قمنا بالعمل عليه. أيضا من أكثر الإنجازات التي نسعد ونفتخر بها هي العمل الذي قمنا به في خلال فترة جائحة فيروس كورونا، إذ وجهنا جهود كل المترجمين لتطوير مقالات الفيروس وآثاره في العالم. طورنا أكثر من 400 مقالة ضمن تصنيفات الفيروس بالعربية من خلال إضافة أكثر من 760 ألف كلمة، أي بمعدل حوالي 1900 كلمة لكل مقال. طبعا المقالات التي عملنا عليها تحصد أكثر من 6 مليون مشاهدة شهريا،
ونحن نوثق هذا الأمر من خلال تتبع المشاهدات عبر أداة بيتسكان وماس فيو أناليسيس. كذلك وأخيرا هي أننا ساعدنا ونساعد في تنظيم الورش والمسابقات على أرض الواقع، من ضمنها ورش التفكير النقدي والترجمة في العراق، وأيضا مسابقة إثراء المقالات الهندسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين وغيرهم. سأتحدث حاليا عن أبرز الانتقادات التي تعرض لها المشروع، خصوصا الانتقادات الصادرة من مجتمع ويكيبيديا العربية. للحقيقة نحن عانينا كثيرا حتى نثبت أنفسنا للمجتمع، وأننا نريد بالفعل مساعدته في إثراء محتوى الموسوعة. وأبرز انتقاد تعرضنا له في البدايات خصوصا هو أننا مشروع مدفوع يهدف إلى تدمير فكرة التطوع في ويكيبيديا، وبكل تأكيد نحن نتفهم هذا الأمر ونتفهم سبب ربما عدم تقبل المجتمع لنا في البداية كمشروع مدفوع أو مشروع شبه تطوعي، لأننا ندرك ونعي تماما أن ويكيبيديا بشكل أساسي قائمة على التطوع، لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بسياسة المساهمات المدفوعة الخاصة بويكيبيديا العربية، والتي هي نفسها الخاصة بمشاريع مؤسسة ويكيميديا ككل، ونفصح عن ذلك بكل شفافية ووضوح. كما أن المستخدمين الذين يعملون في فريق النشر واضحين ومعروفين لدى أعضاء المجتمع، وجميعهم أصلا كانوا متطوعين سابقا في الموسوعة. أيضا أريد أن أؤكد على نقطة، هو أننا صحيح أننا مشروع مدفوع، لكن يوجد سقف للرواتب، لأن في النهاية المؤسسة القائمة على المشروع هي مؤسسة خيرية وليست مؤسسة ربحية، والرواتب التي نقدمها للفرق كما أسلفت خصوصا فريق الترجمة هي رواتب رمزية تكفي فقط للمصروف الشخصي. كما أننا نستهدف طلاب الجامعات أو الخريجين الجدد الذين لم يحصلوا على وظيفة بعد، لأنه هدفنا كما أسلفت ليس فقط إثراء المحتوى، إنما أيضا دعم هؤلاء الشباب الذين يعيشون في مناطق تعاني من صعوبات اقتصادية. والانتقاد الثاني الذي تعرضنا له هو أننا مشروع موجه يترجم في تصانيف معينة دون أخرى، وأننا نريد هدم الحضارة الإسلامية العربية من خلال الترويج لمفاهيم ومصطلحات غربية باللغة العربية. والحقيقة نحن نستغرب من هذا الانتقاد، كما أسلفت يمكن للجميع الاطلاع على قائمة المقالات التي قمنا بترجمتها، وسيتضح له مباشرة أننا نترجم بكل الحقول العلمية والثقافية والتاريخية والسياسية إلى آخره. أيضا أصلا نحن دائما نطلب من مجتمع ويكيبيديا العربية أن يمدون هم بالمقالات التي تحتاج إلى ترجمة. تخصيص مقالات للترجمة لأكثر من 30 مترجم بشكل يومي صدقا أمر ليس بالسهل على الإطلاق. نحن نتمنى أن يكون لدينا قائمة جاهزة من المجتمع نفسه حتى نقوم بترجمتها، لأننا بذلك نرضي القارئ العربي. فالمجتمع الويكيبيدي بكل تأكيد أدرى بالمقالات التي تحتاج إلى تطوير وإنشاء، وهذه دعوة لكم. سيكون من الرائع لو أمكنكم تزويدنا بقائمة مقالات للإثراء والإنشاء في ويكيبيديا العربية. بالنسبة لأبرز التحديات، لا أريد أن أسهب هنا كثيرا حتى لا أخذ كثيرا من الوقت، وسأتحدث عن تحدي واحد فقط يواجهنا، هو تحدي الاستمرارية. للأسف توقف المشروع شهرين هذه السنة بسبب عدم وجود التمويل الكافي، واستأنفنا العمل في شهر 3 مارس. أيضا اضطررنا في بعض الأوقات إلى تسريح بعض المترجمين وبعض العاملين حتى نضمن استمرار المشروع ولو بطاقة تشغيلية أقل مما كانت عليه. الحقيقة أننا نعاني في سبيل الحصول على تمويل يضمن ويكفل استمرار المشروع ليس فقط لسنة بل لسنوات أخرى عدة. هذا هو أكبر تحدي نواجهه، وكما أسلفت الأستاذ فيصل رئيس المؤسسة يقوم بجولات ماراثونية للحصول على تمويل من الجهات المانحة والمتبرعة من خلال عرض المشروع وفكرته وأهدافه عليهم. هذا كان كل شيء فيما يخص مشروع بيت الحكمة الثاني. أتمنى أن يكون العرض قد نال إعجابكم، ونحن دائما نرحب بالتعليقات والآراء من مجتمع ويكيبيديا العربية. ويوجد على صفحتنا في ويكيبيديا استبيان نتفحصه بشكل دوري، يمكنكم دائما إجراؤه وإعطاؤنا رأيكم، أو بكل بساطة من خلال التواصل معي أو مع أي عضو في فريق النشر. نشكر أستاذ محمد حجاوي على هذا العرض الممتاز.